انا جيت سعيده بالحضور ديالي اليوم معكم، وبطبيعه الحال كما كيعرف الجميع ان هذا المهرجان هو في الدوره ديالو 21، ولي الشرف الكبير انني نكون متواجده فيه، وهذا الشيء ما كيزيدني الا دافع كبير انني نمثل المراه المغربيه على الصعيد الوطني كيف ما قلت في المسابقه ديالي، وعلى الصعيد العالمي لما لا ان شاء الله. وشكرا. الناس ديال المنطقه هي الاولى نهضر عليها، الله يعمرها الترحاب دار كبيره الخير الحمد لله. ما عندنا ما نقولوا سي لا بخومييغ فوا اللي تنجيو هنا و سي با لا ديغنييغ فوا، لان الناس هما اللي خلاونا نحسوا بهذاك الاحساس ديال تمغربيه الاول. الوغ المهرجان ديال الزكوطه ان شاء الله في قيمه سبحاني هذا العام، و تنظن ان شاء الله غادي يكون جمهور كبير وغادي تكون سهره ناجحه 100%. الوغ كاع ليكيب ديال اي مسرح انا مجد لها ومجدي الاغاني الجداد والقدام، وتبارك الله عليكم ما خليتو لنا ما نقولوا الناس ديال الكوطة والناس اللي عمرها دار بالاخص، لان باش تنجح لك شي دوره خصك تكون كاين وقلبك كبير وتكون بروفيسيونيل. وشرف كبير لي انني اليوم كنت حاضر في فيستيفال ديال زكوطة، المهرجان اللي ماشي هذه الدوره الاولى ديالو وماشي الاخيره، يعني مهرجان اللي كبير وسنوات سنوات هو غادي كيكبر وكيبرهن على قدرات ديال هذه المدينه وهذه المنطقه. فانا كنحيي الناس المنظمين، الجانب ديالي اللي حاضر به اليوم نحاول نضحك الناس ديال زكوطه اليوم في بلادي، يعني اليوم انا مرتاح بحال قلتي لاعب في دارنا، كنتمنى ديما يولي هذا الشيء وميرسي بوكو صافي بليزير. بعد سنة حافلة بمجموعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفكلورية المرتبطة بتراث المنطقة دائما في إطار مهرجان زكوطة في دورته 21، اليوم في اليوم الاختتامي بسهرات متنوعة بحضور فنانة من ألمع الفنانين الوطنيين والعالميين أيمن السرحاني، سعيدة شرف، الفكاهي بالعياشي، ومجموعة من المفاجآت الأخرى. إذا نضرب لكم موعدا مع الدورة 22 من مهرجان زكوطة تحت شعار زكوطة في مواكبة أوراش التنمية.